تحبي تخرجي بالليل؟ النهارده بالليل خطوبة هاني، انت نسيت؟ بعد الخطوبة نروح نسهر في أي حتة. غريبة، تتحسب. إيه اللي اتغير؟ وأنا لما أحب أرضيكي تتريقي؟ لا لا يا سيدي خلاص أنا آسفة. ها تحب نخرج نروح فين؟ معرفش بقى، شوف أنت. أوكي؟ باي. باي. فريدة ممكن آخد موبايلك؟ علشان موبايلي بيهنج وهبعته يتصلح. أوي أوي. مش عارف يا هاني والله نروح فين. اقول لك اتصل بفريدة. اتفق معاها، انت وهي تعرفوا اماكن اكتر مني. هاني الو. ايوه بقول لك كلم فريدة على تليفون البيت، اصل تليفونها معايا، تليفوني بايظ بتصلح. طيب اوكي يا ادم. اوكي حبيبي يلا باي باي باي. نور بيش. الو. اي هاني صباح الخير، ازيك؟ ادم كلمني علشان نطلع نتعشى النهارده بعد الخطوبه. غريبه. طب ايه الغريب في كده يعني؟ اصل جوزي ده هيجنني، قلت اخيرا رضي عني وهيعشيني عشا رومانسي على الشموع، فجاه عزم ابراهيم وعزمك. لو عايزاني اعتذر له مفيش مشاكل؟ لا 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 يا هاني لا، انا بنبسط لما بنبقى سوا. وده يخليكي تكتئبي ما ترديش على تليفوناتي. شايفاها سهلة؟ بقول لك بوست ايده، كنت هوطي ابوس على رجله وبرده ما رديش. هو ايه ده اللي ما رديش؟ ده يرضى ورجله فوق رقبته، واذا ما رديش بالزوح هيرضى بالعافيه. وحياة ديني لا خليه يندم بقيت عمره، بقيت عمره ما خلصت على ايديا. بطلي الكلام الهبل بتاعك ده، انا هتصرف. والله لا اقتله. اسكتي خالص وبطلي تخريف. ايوه يا فريده. الو. ايوه يا ابراهيم، دوختني عليك، تليفونك مقفول من الصبح. معلش ما كانش فيه شحن. طب انا عايزه اشوفك دلوقتي حالا وباي شكل، عندي موضوع مهم. في ايه يا فريده؟ ابراهيم ارجوك انا عايزه اشوفك حالا. خير؟ في ايه؟ انت فين؟ انا في البيت. طيب انا جايه لك فورا، ما تتحركش. فريدة خرج دكتور. لو عايزاني اعتذر له مفيش مشاكل؟ انا بنبسط لما بنبقى سوا، او نخرج شويه من مود النكد اللي معيشنا ادهم فيه. حاولي انت كده بس تلاقي دماغك شويه والدنيا هتمشي زي الفل يعني. معلش ما كانش في شحن. طب انا عايزه اشوفك حالا. في ايه يا فريدة؟ انت فين؟ انا في البيت. طيب انا جايه لك فورا، ما تتحركش. انت بتكلم مين؟ مريم. بكلمها كتير ما بتردش. ايه يا مريم وشك حلو، اخيرا ردت. ايه يا حبيبتي انت فين؟ بكلمك كتير ما بترديش. معلش كنت نايمه. عندي خبر هيفرحك قوي، انا لقيت ساره وبنحتفل دلوقتي بخطوبتنا. انا كلمت كل الشله وزمانهم جايين دلوقتي. يلا قومي البسي بقى وتعالي، مستنيكي. حيوان اللي مش قادر يسامحني. ايه وازاي عايزاني اتجوزها وانا عارف انها نامت مع صاحبي؟ ما انت سبب في ده، اغفر لها غلطه يا اخي، ما ربنا بيغفر. ولا فريدة ولا إبراهيم بيردوا. طب جربت مريم؟ برضو ما بتردش. في حاجة غريبة. تلاقيهم مشغولين، هيكلموك بعد شوية. مشغولين ايه؟ الساعة بقت 9 ومعادهم 8.
غريبه جدا، لازم اروح لهم. هتروح فين؟ هعدي على ادهم وابراهيم في البيت اشوف في ايه. تعالي معايا. انت ليه مش قادره تفهمي؟ افهم ايه؟ افهم ان احقر حيوان في العالم بيحس اكتر منك؟ افهم انك حتى لو كنت بني ادم فانت بني ادم تافه؟ استخدمت واحده لغايه ما وقعتها في مصيبه وبترميها دلوقتي زي اي جزمه زيادة من؟ افهم ايه؟ افهمي اني بحبك انت. ايوه لسه بحبك. حاولت كتير انساكي بس عمري ما عرفت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول اني لسه بحبك. انت اتجننت يا ابراهيم؟ عشان عايش على الفترة اللي حبينا بعض فيها؟ لا ده انت اتجننت فعلا. ايه يا فريدة؟ نسيتي؟ نسيت ايه؟ انت عايز تعتبر اسبوعين قربنا فيهم من بعض عشان ادهم كان سايبني فترة حبينا بعض فيها؟ وانت بنفسك اللي رجعتني لادهم واحترمت صراحتي ووعدتني ننسى الموضوع ده خالص. انت نسيتي. اما انا الفترة دي كانت كل حياتي. وهي اللي انا عايش بيها دلوقتي. يا حقير. هي الحكاية كده. طب مش كنتي تقولي يا صاحبتي يا وفية دلوقتي بس فهمت ليه كل ما بنخرج كنتي بتصممي تجمعيهم؟ طبعا كنت بتتبسطي لما تلاقي كل رجالتك حواليكي. هاني اللي ما قلتيهوش عشان كرامتك ما تسمحلكيش ان يبقى ليكي ولغيرك. والبيه اللي فضلتي ركناه جنبك عشان تتبسطي بنظرات الحب اللي ترضيلك غرورك. وادهم بقى اللي اتجوزتيه عشان فيه كل مواصفات الزوج المحترم قدام الناس. انا لو بالبشاعه دي ما كنتش واقفه هنا بدافع عنك وعن حقك. ده ضميرك اللي غاض من عنك لسه في حته صاحيه. مريم صدقيني انا ماليش علاقه بحدوته ابراهيم دي خالص. ده مجنون. المجنون العبيط والمغفل كمان هو انا. ادهم انت فاهم انا. يبقى الخاينه هي فريده صح يا هانم؟ بتعاتي ليه؟ صعبان عليك اني كنت مغفل ولا صعبان عليك انك عرفتيك تضحك عليا طول الوقت؟ ادهم والله العظيم ما في حد فيها ضحك عليك. والله ما ضحكتوش عليا انا كمان. خلاص انت خالص. ازاي انت تستوعب في كل اللي بيحصل ده؟ يا حقير. اسكندريه راح اتجوز ساره ولو عايزين تموتوا بعض هسيبكم تولعوا. يلا